بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما إن إحنا أيام الوقت السردين في الشتاء والحاجات دي موجودة يعني بكترة وبتبقى فريش قوي وأسعار إلى حد ما مقبولة، فالناس اللي بيحبوا السردين تعالوا نعمل مع بعض سردين بكل سهولة. طريقته أي حد ممكن يعملها. هتجيب السردين تفتحيه بالمقص كده من عند البطن وتشيلي معاه الراس وتشطفيه كويس تحت المية أكتر من مرة وتحطيه في مصفى يتصفى كده كله من تحت البطن. هتسيبيه حوالي من 3 لـ4 ساعات لحد ما يبقى صافي خالص ومفيش فيه مية. هتمسكي، شايفة السردين ده؟ السردين اللي هو الكبير، حجمه كبير شوية. هتمسكيه هتبقى ناشفة في إيدك، مفيش فيها ولا نقطة مية. في طبق عندك هتجيبي شوية ملح وشطة وكركم. الكركم ده اختياري بس بيضيف له لون حلو، بيخليه زي اللون الذهبي كده، وطبعا الكركم فيه فوائد جامدة. طبعا الملح والشطة هيبقى نسبي، يعني نص ملح يبقى عليه حوالي 2 أو 3 شطة ناعمة. هتقلبيهم في بعض وتحشي السمك من بطنه ومن بره. هتجيبي كيس التلاجة بتاعك أو الكيس اللي هو الحراري وهتحطي فيه كام ورقة لورا، بتسحب ريحة الزفرة جامد يا جماعة ورق اللورا، وهترصي السمك بتاعك السردين كده، وبين كل طبقة والتانية هتحطي رشة ملح بشطة بالخلطة اللي احنا عاملينها دي. هترصيه كله بنفس الطريقة. طبعا طول عمرنا بنعمل الطريقة دي، بس إضافة ورق اللورة دي كانت جديدة بالنسبة لي، أخدتها من شيف عملها بنفس الطريقة والحمد لله النتيجة طلعت حلوة قوي. بعد ما تحطي السمك بتاعه كله حاولي تخرجي الهواء من الكيس خالص، اضغطي عليه كده أكتر من مرة وخرجي منه الهواء، وهتقومي كمان مدخلاه في كمان كيس، كيسين كده، وهتحطيهم في علبة أو عندك برطمان واسع تدخليه فيهم أو صفيحة من بتاعة السمنة وتغطي عليهم، اي حاجه موجوده عندك، حله بلاستيك، علبه حفظ، اي حاجه هتحطيه كده. وكل يوم هتقلبيه على ناحيه من النواحي، يعني المره دي واقف بالطول، المره الجايه الناحيه التانيه زي ما هو الكيس مقفول، يعني تقلبيه من تحت لفوق لفوق لتحت كده يعني، ومغطيه عليه زي ما هو. وطبعا ما تفتحيش الكيس ولا اي حاجة. نفتح عليه بقى بعد مرور من 5 لـ6 ايام كده، مر عليه 6 ايام بالظبط. تفتحيه كده، هتفتحي برضو من عند زي ما انت شايفه كده من عند البطن كده للاخر، وهتطلعي اللي هي العظمه اللي فيه، تنضفيه بقى بالطريقه دي. وبعد كده بعد ما تخلصيه كله بقى تنظيف كده، هتاخديه تشطفيه في مصفى تحت الحنفيه كده وتصفيه من الميه كويس، وبعد كده نضيف عليه زيت وليمون. ضروري قوي الزيت يا جماعه، لان الزيت ماده حافظه. تاكلي جنبه بقى بطاطس، بصل، تاكلي اللي انت عايزاه تاكلي جنبه. هي اكله حلوه ونوع من التغيير، وطبعا احسن كتير ما تجيبي الحاجات دي من بره، احسن وانضف واوفر. هنا شويه اللي هشيلهم في التلاجه اللي اتبقوا بعد الاكل، هحط عليهم حوالي من 3 لـ4 معالق زيت، اغطيهم كده بيهم واقفل عليهم الكيس كويس جدا واغطي عليهم. وهنا تكون الوصفة خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ومع السلامة.